يا حبيبي، كلنا على الهوا وفوق الهوا وتحت الهوا، كلنا سوا. عشان هيك اليوم عيد الصيام أو عيد المسيح أو عيدك أو عيدي، أنا كل لحظة عيد، كل لحظة نتنفس مثل ما بيقولوا الصغار اللي هني بيحبونا كله، بيقولوا لي تيتا the only truth is when we breathe in and out، النفس الوحيد هو الحقيقة، نخلق عم نتنفس ومن عم نتنفس، تجسد وصار إنسانا. فإذا إحنا كلنا أخوة، كلنا من روح الله، ما نحكم حدا أبدا. وأنا مثلكم إذا ما بغلط ما بتعلم. منين بتتعلم؟ قال له العصفور، كيف تعلمت تطير إنت؟ قال له بطير وبغط وبوقع، بغط وبوقع وبعدين بطير مثل الطيارة. كلنا عنا هالسر، الله خلق كل شيء وبعدين حط الإنسان، خلقته الخلق اللي أعرف بنته كنزا مخفيا. إذا مين ما بتشوف إلى خيي إلى أختي إلى أنا، صرت تعرف وفي علم، علم الأبدان والأديان. الكلب ما بيكون بالبيت، تيتا الكلب بيكون برا، 3 سنين عمرك تبعت في أشياء بحطهم بالكتب. بحب أجي على كل الأمة العربية، ليه بدي أرجع أمريكا هون وهون وهون شرق وغرب؟ في أمة العرب رح يكون عندنا جماعة قريبا قريبا قريبا. نحن شي 10 هلا بلبنان بدوما، مطرح ما أنا خلقت أمي جسديا. وبعدين بالخنشارة، ما فيني أخبركم شجرة الخنشارة شو فيها أسرار. وبعدين نعم، عندي بالبيت وعندكم وبكل بلد عربي منروح ونحط السلام عليكم، المحبة الرحمة، بس تنشيل المرض. ما فيني شوف أطفال معاقة، أنا المعاقة، هني معافين. ليش عم نخلف هيك؟ ليش عند الأرمن واليهود ما في؟ خبرتكم أنا خدمت طفل يهودي وحبيته، ما كنت بدي روح أخدمه بأمريكا. قال لي المعلم ميتشو، دو وات يو نو لت ذيم دو وات ذي نو، أنت اعملي اللي بتعرفيه. حبيته له الطفل، معه سرطان بالدم، وبلش يقوم يمشي ويحكي ويحط إيده على عينه ويقول لي ماي نيم إز آلي، إنه هو علي، حط إيده على عينه. كان عمره شي 22 23 سنة، قتلوه بالبرازيل. يلي قتلوا شع النور قدامه كلهم، قالوا له ما تقتل حالك، ما تقتل حالك، لبسوا بدلته جم قايس، وهيك صار يفوت كله. اللي هلا بعده من سجن لسجن، من حبس لحبس، بيسرق يا شي فرد يصير ميت، لا بدي يفوت قانونيا. ما هدو هلا زمن التوحيد، وحدوه مش وحدوه نتبعه وحدوه. هلا زمن العلم، علم ابدان واديان. هلا بدنا نشوف انه ما في مرض. انا بيي كان طبيب وما بيعطي دواء، وخي امي بكل بلاد الكوره والبترول بيعرفوش حيدي في شفيش، بيي ارمني من وين؟ ما في دواء. قالوا له بس نشوفك يا شحيدي من صح، صومه بجسدك عليك حق. المسيح اكل شقفتين سمك مرتين بالسنة، وسمك أبيض ما في دم. فإذا كلنا مظلوم. نعم الإنسان عدو ما يشهد له. ليش عم تنتشر هالأمراض؟ ليش الحروب؟ ليش عم نقتل بعضنا؟ هيك قال الحبيب، ولو لجسدك عليك حق. كل الكتاب رح هو بإيدي التيتا، وهيدا منكم أنتو، اسمه الخفايا، كتاب الخفايا. يا حبيب قلبي شو هالسر اللي فيه؟ ما في كتاب مريم عم تكتبه، أنا مني موجودة، بس بأمر من الله، من هالمحبة، من هالرحمة. بتمسك عندي عشق للأقلام والأوراق وستيكرز، وبلزقهم على الكتب، والله الخير السيولة. نعم كتاب المحبة الرحمة الخفايا، عنا شي 100 كتاب بالعربي، بالإنجليزي عنا حرية أكتر، منحب كثير بس منا بحاجة. ما بك لحو كتاب سيدنا إبراهيم، المقروء والمنظور، الظاهر والمظاهر. سيدنا هاجر، يا حبيبة قلبي زم 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 زم، فحصوا مية زمزم يا كلاني، فتحوا مية زمزم حطوا فيها زبالة، حطوا فيها هيك، ما تأثر. شو هالسر؟ جابوا تمر من مكة والمدينة وزرعنيهم بكل أمريكا وبلبنان وهون وهون، طاقة يلي بمكة والمدينة. بدنا نرجع إلى جذورنا وأصولنا. كلنا إذا اشتدت عليكم المحن، عليكم بالشام وباليمن، لا معي قلم ولا معي ورقة ولا شيء، بس هالفايب هو أنت بس عليك إنك تفتح دماغك وتفتح قلبك،
ترفع ايديك، والكلمات اللي بتقولهم الله من خلال ما عم بيقولوا دخيلكم يا حبيب قلبي. ما عم بسمع هلا الا سيارات الاسعاف، شو هالاطفال؟ ليش عم ناخذها على المستشفى؟ ليه عم نعطيهم ادويه ونعمل لهم عمليات؟ وين الام؟ لا بقى في امومه ولا في ابوه. كلنا بنروح من مول لمول بنشتري تنهتري، تشتري شيء منك عايزه وبعدين بدك تبيعهم كلهم حتى تشتري الدواء او تشتري غذاءكم ودواءكم ودواءكم وغذاءكم وجسدك على الحق. اقرا ايها العربي، انتبهوا. إذا بنقرأ ما بنفهم، وإذا فهمنا ما بنعرف نوصلها، وإذا وصلناها بنوصلها غلط رجعنا غلط، بس بنتعلم الأدب من قليل الأدب. هلا عم بيحكوا عن أصناف الصمت، رح تجيكم كتب قريبا إن شاء الله. ببيت الله في كل الكتب وببيت الإنسان، بس ما زال في بيت الله كل الكتب ببيت الله. كثير عم يعملوا مريم نور مريم نور مريم نور، اعملوا قد ما بدكم المواقع. المهم ما نوقع بالعتمة، بدنا نوقع بالعتمة وبالنور، بالإساءة والحسنة والصدقة، نتعلم من الكل. هون المدرسة، الحياة علمتني الحياة. نعم هلأ نحن عم نعيش علامات الساعة، الموت الفجأة. أنا هالولاد تحت الـ14 سنة ما بين يشوفوا مشوهين ومعاقين وبيناموا ما بيقوموا، والموت الفجأة هالشباب ليش بتقتلوا يا خيي لهيدا الشاب؟ هيدي النوايا، حط نوايا حسنة، طلعوا بإنسان من ورا صير حكيم مطرح ما هي راسه وخلفه ونيكت الناصية من ورا بتلاقيه بيلتفت عليك. فإذا فيني أثر عليك بالحسنات وبالسيئات، بس أنا باخد حسناتك وأنت بتاخد سيئاتي والعكس كمان. ما بدنا ولا إساءة ولا حسنة ولا هيك، إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى. خلينا نحط النوى. أنا حدي في نعم اسمه مروان عبود، أنا خلقت بدومة وأمي خلقت بدومة، وحدي مروان عبود ما فيني إلكم من هو، يعني اسألوا بلبنان مين مروان عبود. رح نطلع عدومة نكون عندنا مركز، شو ما بدكم سموه، بيت النور، بيت الصحة، بيت الأخلاق، بيتنا. رحنا على البيت، وين كنت؟ كنت بالبيت، وين كنت؟ ما رح يكون في مرض، بس هذا بدنا شيء. مش السرطان مستل، والمرض، والمرض هو الجهل، والإنسان عدو ما يجهل، وأنا السبب، كلنا. نعم، كل واحد منا بدك تشوف من وين فينا نروح. هلا فيك تروح على استراليا، فيك تروح وين ما كان كطبيب، وهيك ما بياخذوك، بدهم ياخذوك فاعل. انا بطبخ انت بتنظف، ثاني يوم انا بنظف وانت بتطبخ، هيك رح كون بمنطقه. نعم هون بالشوف اسمها الرمليه مع فدوى وبنتها سوزي ومالي جوزها، وما قبلوا يتجنسوا، كان بيقدر يتجنس وكان جوزها عم بيموت، فباخذ له فدوى صح. وقالت له بنتي يا بتموت موت رحيم يا بتخلص تقوم. صدق ابني حسن المعارف، هلا في عنده مثل مكفي سلطان مكفي، كل شيء مزروع فوق الرمليه، والمي يا حبيب قلبي يا كمال جبراق. كيف عندنا افاتار كمال جبراق وعملنا هيك؟ كيف عندنا انطونس عادي اكبر جريمه؟ قال له بحب موت وعيوني مفتحه. لا غمض عيونك غمض عينيك. بعدين قال له شو هيك حركة؟ قال له شو هيك؟ قال له في حجر تحت بشغل شيء. الله يخليك شكرا. ربع فوت تربع، كنا صغار فوت تربع عاد حدستو في صورة، يعني كنا لحمة. مرة بالجمعة شقفة صغيرة يسأل أبونا بالكنيسة مين بده لحمة؟ جمعة الجي جمعة الجي مرة بالشهر شقفة صغيرة، بنحط برغل كثير أو قمح كثير. هلا بالرملية طحين عم يجي من استراليا، وماء الرملية يعني مي يا حبيبي يا كمال جبراق. عمري 16 سنة زح امي وحط ايده علي، ما فيني الكل شو هالاشارة اللي اعطاني اياها، منا بالكلام. عندنا كمال جبراق انطون سعادة كامل الصباح، في كثير من لبنان، في كثير من امة العرب، عبد الصالح يعني عبد الله عبد الصالح حاكم اليمن، بعدك حي انت يا عبد يا عبد الله. بجي على كل الامه العربيه
تعطوني كل اموالكم من دوبلهم من تربلهم لو الفقر فصلته او الجوع. ما لازم يكون في عندنا فقر ابدا. الفقراء يلي هن بلا اخلاق بلا هيك بلا هيك بلا هيك وبسببنا. علي عبد الله صالح ما حدا مثله، ما بيعرف اي سنه خلي، بس الخلفاء كلهم نفس السنه كيف ماتوا كيف تعذبوا من سيدنا ابراهيم الى اليوم. كل انسان خليفه، مش جيبه، خليفه. وسائل اعلامنا تحيه الجهل كلنا ابدا. هلا صار في اثنين ازاز، احلى شيء ببيت شباب. في واحد قال انا سوري وطالع عيش ببيت شباب، يا حبيب قلبي قلت برا كلهم بيعرفوا ان السوري مدري ليش زكي، هن اللي عملوا سوء التنامي، هن الحمص وهن كلهم. هلا الشيطان بدي يسميه مش امريكا ولا هيك، ما بدهم العرب. نحن ارهابيين، نحن انسان، نحن انسان، نحن مش عرب. والانسان عنده غفران. اقرا ايها العربي، قريبا بعد كم يوم راح يكون بدبي. نعم من دبي راح يكون عندنا سكايب وراح يكون عندنا الاذاعه والتلفزيون على كل وسائل اعلامنا يلي بالبيت يلي عكف ايدك اليوم. جارتي عندها بنت عمرها 8 شهور جنسي فرنسوية، رجع لهم بتحكي خيا على الموبايل عمره 8 سنين وبتحكي لغة اللي ما بفهمها. يعني عم تحكي هيدي اللغة الأرامية العبرية اللي حكيها المسيح بالعراق. أنا كنت مع معمر القذافي وبنته صدام حسين وابنه هاني بعد وكل هون. سألت بيك قال لا إذا أنت ما بتقولي لا أنا رح لها. شوف فرجتني وين أبيك. أكيد كلنا جسديا ميتين، ولكن تجسد وصار إنسانا. بدنا نغير الأواني والمعاني، بدنا نقرأ. مروان عبود حدق يعني على دوما دوما يا دوما. بتعرفوا القصة كيف ارتكبوا جريمة وكل المنطقة قالوا لا ما اجى لهون ما اجى لهون. اجى حاكم تركي عثماني مما هو وحب يتجوز بنت من دوما. قال له بيا ايه اكيد ولو بنعطيك قاعد عشى عنا بكره عشية. جاب من كل عائلة واحد رجال مرة هيك وقعدوا يتعشوا وعطاهم طرفة عين. قال لهم بتقتلوا وبتقتلوا كل الخيل وبتطموها قصمة جورة الخيل. وسألوا كل البيع حوالى دوما مرأة من عندكم مرأة لا 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 ما شفني ما شفني. كان في بركة يا أخوتي، كان في صدق. مشان هيك رح يكون عندنا بيت بدوما وبيت بالخنجارة وما يكون لكم ثقة بحدا أبدا. استفتي قلبك ولو أفتوك. وهي قال الحبيب ما تصدقوا في شيء أورجانيك، حتى القافية ما فيها عافية. ماشي، ولكن بهالزمن إذا فينا نطلع فوق 1000 متر 1500 2000 نعم. أنا من قلبي بشكرك يا تحسين خيرا، هو الوحيد اللي تركني على الإعلام ومن زمان ما بطلع. الحقيقة ما إلها تاريخ. فإذا بدنا نتصالح، مش مصلحة، مصالحة. صرنا مثل الأولاد الصغار بيضربوا بعضهم بيقتلوا بعضهم وهيك وبيشعروا بغلسوا بعضهم. إن لم تعودوا كالأطفال مش تكونوا ولد ولد لو حكم بلد. هلأ في بيت النور، بيت الرحمة، بيت السلام. وقت رجعت من أمريكا كل بلد بالأمة العربية أخيتها تعمل شيء لها. بيت النور، بيت السلام، بيت الكويت، بيت 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 بيت. هلأ وقت المهدي هو اللي جاي. هلأ صوم وصيام في شريعة في مذاهب كثير وهيك، بس أنت المهدي، أنت الإنسان اللي جاي وتقول للعالم ويك أب الصح هو. نعم هلأ الزمن ما بقى بدنا زمان من 300 سنة. من 300 سنة العرب كانوا هني اللي حاكمين بالعلم، علم أبدان وأديان. شوفوهم خطرين يلا قتلوا فيه. لا أنا أمي عندها قراية بشيعة بعلبك، بعتني 100 شيعة بعلبك وقال لي روحي جيبي لنا من أهل بعلبك حبق. جيت لهون أخذت الحبق بالتراب، في أنواع كتير من الريحان ومن الحبا من أشياء كتير وحدا بيعرف الحق. الله اللي خلق تيتا بحبوا يدعوا مع عيني. قال لي علي بدون ألقاب ولا سيد ولا تفرض حالك على حدا. أول ما أجوا الأرمن يا عم من جازي مين استقبلوا؟ برج حمود المسلمين الشيعة. هلأ بيقولوا إحنا شيعنا المسيحية، إحنا شيعنا يعني دفننا.
الجسد بيموت، بس خلي عرف يا تيتا انه هيدا بده يروح على البيت، مش يموت، موت الموت. هلا هالكتاب اسمه الخدايا، هو موجود، غير فيه شوي، بتعرفوا كل مره النهر ينهر، من العبد وقعت بالنهر، اجى ابو العبد وفتش عليا الدور، لك يا ابو العبد، من العبد وقعت بنزول النهر اخذها لتحت، قال له ان هيدي مكان وانا بعرفها، وضلها تروح عكس التيار. وهلا ميشيل عون وانا جعجع وكلكم، جبت لكم كتب وجبت لكم كتيب من نيلسون مانديلا، الك يا جعجع جبت لك كتب اوشن، قعدت 11 سنه بالحبس. السلام عليكم. وعليكم السلام. عندي محبه مدري شو هي انا هاي، خصوصي للكويت، للسعوديه، سوريا، انا برا بس شو حدا كاتب السلام عليكم بحسه بيقربني. مين فوتك يا سعد الحريري عبيت الملك؟ يا حبيب قلبي انت وخيك وكلكم، ما بدنا تجاره، التجاره دعاره، والدعاره طهاره اذا بتعرف كيف تستخدمها. كلنا ان ترى الله الالوهيه في كل شيء اينما توليتم. اقوى اربع كلمات لا اله الا الله. شو عمل انطون سعاده؟ قويها اكثر، ربعها بالجسد، ربعها براسك، بفكرك، بجسمك، بكل. ما بدهم الحقيقة، الفطرة خطرة، ما حدا بدي إياها، فإذا مستبدعتها. وين الحل تيتا؟ In the kitchen، بالمطبخ. الماما بتطبخ، البابا بيطبخ، التيتا أكلات التيتا. ليه ما بتصلي قبل ما تاكل؟ قال لها التيتا أكلاتها طيبين، ما لازم صلي. كلنا اليوم نلتقى من مول لمول، والبنات عم يلعبوا بالصبيان الصغار، سألت الدركي وين أميتهم؟ قال لي كتار اللي مثلهم كده، تقارير بالجوارير. فإذا منتعلم الأدب، من قليل الأدب ومن موسي الحومي، كلنا بنغلط، ما بيغلط، ما بيعرف يغلط وما بيعرف يطير. نعم، الله عطانا دانتين تنسمع أكثر ما نحكي يا تيتا. كانوا يقولوا عنا بالضيعة شفافة رق الفنجان، هلا ما بقى تعرف شفافة من ليزا. نعم، فإذا كل واحد منا، أنت السائل وأنت المسؤول، وإذا صدق السائل هلك المسؤول. ما فيني خبركم في شيء اسمه التنبيه، يا ريت هلا بكره بصير في عنا اذاعه، رح كون بدبي وفرجيكم اياها. هالتنبيه هو برو فود، هلا العلم عم يحكي، وهو عمره صار 21 سنه وما حدا في وقفه. خلاص انا جدو باسكن روبنز، بيو جون روبنز، شاف وحده قال لك بيجي بلا مصاري، قالوا عطى كريدت كارد لبيو، قال له انت حققت حلم امريكا يا بيي، انا بدي احقق ماي اون فيجن، الرؤيه تبعي. شاف وحده مين من اغنياء امريكا اهم اوتيلات لها، قال لها بتعطيكي الاموال في اهلي تجي بتعيش انا وياك كمان. شقفه ارض قدم له اياها واحد، قال له خذ بفانكوفر، صاروا ياكلوا بس تشتت الدنيا، ما بيهزوا التينه، هي التينه اللي بتوقع، الزيتونه اللي بتوقع، هو كله اللي بيوقع. وقلت لهم انا بدي اجي شي نهار لعندكم، بس ابعث له ايميل يا حبيب قلبي، اسمه اوشن، محيط، اخته اسمها ويل، موجه، كل شي فيه الا الماء، بينظف مياه البحر كلها، مياه الارض، مين ما بيجي لعنده ويلكم، اهلا وسهلا، مش دوت كوم دوت كوم، لا. فاذا نحن الاسم دروس او مش دروس، موحدين كلنا. اليوم عم بيقولوا اكثر شيء فوق الالف متر نطلع بلبنان، لانه اللي عم بيكبوا الفكر الشيطاني، الفكر الكافر الماكر، بتعرفوا، حتى ينقلوا الاطفال، والام والبي بيبيعوا حياتهم وكرماتهم. ما قالت ست مهاجر زم 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 نقطه مي لابنها مش لالها خلص. وستنا زينب يا حبيبه قلبي اللهم تقبل، اي عم يسمعنا. فاذا كلنا قد ما فينا بالاردن اعتمادك يا ربي، نهر الاردن اذن كل كلمه الى الف معنى ومعنى. تعرفوها يلي قالوا سيدنا محمد بحب علي اكثر من كل الناس، هلا شو بتتمنوا او شو راح؟ راح واحد يسأل سؤال الإمام علي الخليل المرشد، جاوب قال له أنا بدي أسأله نفس السؤال،
اجا اعطاه نفس السؤال، اعطاه جواب عكس تماما، سجدوا كلهم يهود خيبر منين بفرشته للحبيب علي. علي علي ما في لقب. علم آدم الأسماء 99 اسم وصفة وفعل لحيد الإنسان. شفتوا هاي المسجد يلي هلا بتركيا يا حبيب قلبي، شو هالمسجد أحلى وأجمل مسجد بالعالم، أرض كبيرة، إجا وحده قعد هيك. شفتني شو بيك؟ قال له زعلان قاعد هون، قال له نظران خيي نظران. بعد شو نظران؟ يعني نظران احكي فيني. قال له أنا مثلك كمان نظران، بس هالأرض اللي قاعد فيها أنا قاعد عليا هاي إلي، أنا أرمنة اسمي رافي. قال له حبيبي اقعد حدي، صرنا اثنين. لشو هالقتل؟ لشو هالحرب؟ لشو هالدمار؟ ليش ما بنعمل هيك شيء؟ بيت يلي بيجمع كل الناس. مرق واحد، شو بكون بينك وعند القناة؟ قال له أنا هيك وأنا هيك، قال له إنه أنا معي مصاري كثير وعندي العلم، حط 7 منارات، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. قال له لا، بدنا نحط 7 منارات و10 منارات و100 منارة. بدنا الناس تجي لهون وما تنتمي إلى أي دين، بل إلى التدين الإلهي، the religiousness of the heart. الله آمين. الله عرش بعده. مرق واحد قال له يا خي شو شوفوا، ما فينا نحكي، في سر بالإنسان ما بينقال بالكلام. شو هالسر؟ قال له ما بينقال، فيك تعيشه، الاختبار سبق التعبير. بس فينا نقول هيك انه مين ما بتشوف، هيدا انا، هيدا نحن، مش نحن انا، انا نحن، لا، بدك تقول عن فهم وعن علم. كلنا اينما توليت ثم وجه الله، وين ما رحت؟ هيك مطرح ما بتروحي اذا ما لقيتي الله حب النمله، بتكون النمله اقوى من الله. او دي انجلوز حطوا هوم سكولينج بيدفعوكم 10,000 دولار بالشهر، ما حدا بيقدر يسكر، لانه بيختار مثلي ما بندفع ضرائب للحكومات ولا هو ولا هو ولا هو ابدا. بنشوف مين عم بيعمل مثل هوم سكولينج، مدرسه بالبيت. قال الحبيب، قال الامام علي، انه اعطيكم 10 نصائح، فهمتوا؟ اول نصيحه بتسكتوا، سكرتمكم، والتسعه نعم من تحت الطاولة بتساعدوا، كيف بدي أعمل حق شيطان خلاص. تساعدوا الناس، مش تنصح من السرطان ومن هي ومن هي، لا، نشفي الجهل، والإنسان عدو يشفي. شو ما صرت، شو ما عملت غلطة، أنا السبب، أنا السبب، نحن السبب. نعم الكتاب خير جليل يا أخوتي، أنا عندي عشق هيك للكتاب والقلم والورقة. روح على المكتبة، ممنوع الكلب بالبيت، فهمتوا؟ فيروز أول أغنية مش للرحابنة، أول أغنية كانت من حاكم السجود. إذا اشتدت عليكم المحن عليكم بالشان، قوم بالشان وجد وغني. إذا كلنا بدنا نشوف إنه حلو الواحد اللي عارف يغني، عندك صديق وعندك خي. قال له مين هو خيك؟ قال له وقت اللي صديقي بيكون خيي، ووقت اللي خيي بيكون صديقي، وعندي الكتاب اللي بحبه. وانه اختار الكتاب اللي بتحبه، بس تقرا بين السطور وبين الصدور، تقرا عن فهم وعن علم. مش بس انه انا اشتريت كتاب واخذت لك هديه. قال لي يا هديه وينك رايحه؟ قالت ليش عمالي رايحه؟ بس تاخذ هديه. الميزه طلعت من سوريا، ما في لبنان، لبنان محافظه سوريه تقولون، يعني اول ليره طلعت لبنان وسوريا، أول جامعة الأمريكية لبنان وسوريا، كله لبنان وسوريا. فإذا وقت بتاخذ هدية بتجي هدية. كانت أمي تطبخ بعدها سبحان الله، وأمك تطبخ رز على بندورة، يبعثوا لبعضهم. نعم، ليه في ميزة على السلطة. هلأ صاروا ما بقى ياكلوا أبدا مقشوكة للقمح، والطحين بالشوك بالرملية وكل المطاوني تكريما للأفاتار كمان جمله. الحين عم بيجي من استراليا، نشيل القش بس، بس يضل فيها النخال. بدنا ناكل خبز كامل، كل الارض والطريقه وكلها تعطينا كامل. ما بتهزها انت للتينه، هي التينه بتوقع، اعطيني الطبق.
من يابسة، كانت أمي وأميتكم كلنا من 100 سنة ما ينزلوا عن السطح بشهرين بيشيل السلو، وما كان عندنا حمام، كنا ننزل هيك ولاد صغار 85 سنة عمري ما في حمام نعمل بيبي وهيك وكاكا جنينة ونوقع فيها هيدي، يجي بي يضربنا ويرجع يحطنا بالبير ينظفنا ويطلعنا مزلطي يطلعوا نيمو ننام على الأرض. كان بالضيعة بيدوم عنا أم علي وأبو علي، ما نعرف إنه هودي أم علي وأبو علي يعني غير شكل، ما في مسلمين بس أم علي أبو علي كل الأسماء كانت اللي بننفظها كلها مقدسة. أم علي وأبو علي كان هو رئيس البلدية وعنده أوضة للضيوف فيها تحت، نحن كلنا ننام على الأرض، فرشة من خروف، فرشة من المعزاية، فرشة من التراب من الرمل. تحافوا قال المسيح يا حبيبي على عيسى ابن مريم. كلنا لازم نعرف انه فينا نصوم. انا بس كون عند محمد كيلاني بيطعميني شي الصبح يا حبيب قلبي حليب اللوز وهيك بحط اشياء فيه، وعطاني قال لي خذيها معك على لبنان، اخذتن على لبنان واعطيتن لمروان عبور. مروان قال لي رح حطن بكل بيوت لبنان وبكل دومة وبكل خنشارة وبكل الناس، ما حدا في يمنعه، لانه مروان عبود سالوا مين مروان عبود بلبنان بالاشرفيه حد بيدي يعني باب على الباب. كلنا كيلاني بيقول لكم اياها بحطها، حطها على الموقع عندك كيلاني، كل شيء عبيد الله كل كتب مريم صدقه، بيقول لكم شو اسمهم هون كيف فيكم تجيبوهم بالايميل بالبريد الالكتروني. اليوم في كبسه زر تيتا شغله صغيره قد قد كف ايدك بتعملي هيك وان تاتش تيتا اتس انف. أنا ماني شاطرة أبداً بالتكنولوجيا، أطش مني، ما راح أقول أحمر لأنه الحمار أفهم مني. الحمار بيوصل لك الأغراض على البيت وبيرجع بيروح، ما بيقول أعطوني خريطة كيف بدي أروح على البيت. يا حبيب قلبي بسوريا شو فيها كرامات، يا حبيب قلبي شو فيها. ما فيني أخبركم بالشارع الحميدية وبالأردن، الأرض موجودة بس نحن نكون حاضرين. راح يكون عندي أنا كوخ أنتكم كوخ أنتكم غير جزر. خلص منا بحاجة، يلي جوع نحن قوم لا نأكل حتى نجوع وإذا أكلنا لا نشبع. بيت عمر عم يبكي قال له الحبيب لا عم تبكي، قال له ليك القيصر كيف عايش وليك أنا، قال له هني إلنا الدنيا ونحن إلنا الآخرة وتركنا الدنيا عن شبع مش عن طمع. كل واحد كل إنسان خليفة مش جيفة، ما حدا تركني الا نيو تي في ضلني احكي. خلص هلا وين ما كان بيقولوا له شيء لقال له التلفزيون مش الي لإلك. بيو لتحسين كان مع ابو بكر وحدا حبه من ابو بكر الصديق. كم اتعبت الخلفاء من بعدك يا ابو بكر. بس كنا اذا ما غلطنا ما بنتعلم. فتضل اسمع وبقشع بالبصر وبالبصيرة. وهلأ الصيام صيام وصوم، انتبهوا صيام عن الطعام وصيام عن كل الجوارح وكل الأغلاط وكله. نتعلم نتعلم نقعد مع أهل الحكمة أهل العلم أهل الفهم. إذا كنت متعلم تتعلم أكثر، وإذا كنت جاهل بعلمه. ما فيني إلكم بالأردن يا حبيب قلبي شو هالجماعة، يا حبيبي انا اجى الشيخ بدي يحكي. قلت له ناطرينك يا شيخ يا ابونا، يعني ناطرينك اليك يا حبيب قلبي. زقف كله والقلب حكي والقلب حكي. في هونيك حريه، في شارع بالاردن تيتا هونيك ما في ابدا سيارات، في مطاعم، في الاولاد بتلعب هونيك، صاروا عارفين انه في علم في فهم. خلاص هلا زمن نعم النور كشف، شيل الحجاب. مرق واحد حتى الرهبان قال له وين فيني صلي هون، قالت له شيل الحجاب اللي عن قلبك وصلي حي. مش حاطين حجاب على قلبنا؟ اينما توليتم كل عمل عبادي كل نفس صلاة. مشان هيك بدنا نبلش نقول
وين في بيت الرحمة، وين فيها كل هالبيوت، نلتقى كلنا بأمة العرب ونقول للعالم إحنا عرب إيه، بس إحنا إنسان. هيدا سر الصليب، المسيح بعده على الصليب، كل ما حدا عم بيتألم المسيح عم بيتألم، وهيك الحبيب عم بيتألم. يا حبيب قلبي، يا حبيب قلبي، قريبا، إذا مش قريبا 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 يعني اليوم أو بكرة، بعد شي 4 5 أيام بيوصل الكتاب على بيت الله، بعده تقرأ رح يكون جزء 2 3 كله من كتاب الخفايا. بتعرفوا القلب بفيض دايما مثل النهر، بس بتشوفوا انه حقيقة ليش في موت فجأة، ليش في هون في منطقة هون وغير مطارح، شي 20 كنيسة ما حدا بيحكي التاني، علماءكم شر علماء منكم تخرج الفتنة وإليكم تعود، مساجدكم عامرة في البنيان خالية من الإنسان والإيمان. تعجبوا، قال لهم الحبيب 3 مرات أنا مش مسلم. يعني أنت شو؟ قال المؤمن وأنا مش مؤمن، فوق الإيمان. سكتوا كلهم، عرفوا فيه شيء. أنا الرحمة وسعت كل شيء، رحمة الله كل ما تاكل وحدة، شوف حدا طريق ولا شيء بتلاقيهم عم ياكلوا وعم يحكوا على التليفون، عم يحكوا على الموبايل، عم يحكوا صوت وعم يصرخوا وعم بعيطوا. ما فيني اقول لكم شو الازعاج عندي بالليل، ناطره تطلع عدوما يا مروان عبود، ما بقيني ضاينه. نطلع على دوما وبتعرفوا الجيران، بتعرف الجار للجار لو جار، وبالخنشاره يا حبيبي على عشبه الخنشاره، يا حبيبي على عمر راح عند فونا ونسي شنطه بالمطار تركها وراح قعد هونيك وظهر عليه المعجزات. الخنشارة في عيلة، عيلة مش علة. يا حبيبي إلي بعده حي، هولدا كلارك ساعدته، حطوا هولدا كلارك، قتلناها عمرها 88 سنة من كم شهر يعني، لأنها عم بتحط زابر ماشين، عملت سينكروميتر، عملت الأورجون بوكس، كلهم في عملهم محمد كيلاني ببيت الله. لا تدفعوا ألوف الدولارات، ما تشتروا شيء أورجانيك أبدا، غيروا النوايا بس، الماما بتطبخ، التيتا، جده، الصغار، الكبار، الجيران. ما تروح على أي مطعم، مطاعم، مدارس، مساجد، مطاعم، ما 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 كله أوروبا كلها بتبلش حرف الألف، ألف 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 ألف. اختلاف أمتي رحمة، هيدا الائتلاف. مين ما شفت هيدا؟ أنا 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 نحن 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 وجه أخر. ربك فكبر، ربك فكبر، وراح وجه أخر، يمين يسار، مودته تدوم، مودته تدوم. يعني رب البلاغة ما في كلمة إلا ما شرحها قد شرح وشرح. هلا وقت بتشرح جدة بتشوف الحب بالقلب، وقت العين بتشوف البصر والبصيرة بالعين. عشان هيك وقت اللي عم بيموت جده قال له لحفيده روح شوف سؤاله الأطباء شو عم بيقولوا عني الأطباء. راح وجه قال له يا جده ما عرفت شو قالوا، بس قالوا بس بدهم يشرحوك بيعرفوا شو عملوا، وين الغلطة وين. هاي الحقيقة، خذوا صراركم من صغاركم، كلنا هيك. إن لم تكونوا، إن لم تعودوا كالأطفال لن تدخلوا ملكوت الله. يلي فوق 80 متر ما تاكلوا من بعد الساعة 4، خلص هيدي مش غسالة، تروق ترويقة ملك، تغدى غدا أمير، وتعشى عشا فقير. ومرة خوري ضاعت الحمامي عنده، نحن بدنا عم نقول حمامي، يا الله وين راحت وين راحت، كيف صارت؟ جيت على الكنيسة قال يعني أنا اليوم كثير تعبان وهيك بدي أسألكم مين عنده حمامة وفرشات؟ قالوا لك أنا ماني قاصد هيك، مين شايف الحمامة وقفوا الرهبة؟ يا الله لك أنا ماني قاصد هيك، يا الله هاي السعلة سمعتني
بس تسعود آدمز آبل بتشيل أمراض كتيرة من الزعيمك عند الرجال، عشان هيك بتلاقي في عندك حبة هيك ظاهرة. ها شو هي؟ ليش يا مريم عند الرجال؟ لأنه الرجال عندنا كبد، هالكبد محط بالرجال. عيب الولد الصبي بيبكي، مش البنت. البنت خليها تبكي، بس الصبي ما لازم يبكي. شو بكون ساكتين؟ خلته بنت. هالكبد جاب له هالمرض تسلم. إذا نشيل الكبد الحبيب ونكحه ما طاب، كتاب أشهده يا حبيب قلبي. ما في كتاب لمريم، مريم كانت بدون، كلنا عم نكتب. إذا هي السعلة وقت بتكون مرأة بسينات، لو بتشوف شو في بسينات بالحي عنا هلا، بسينات جرادين فيران. قلت لهم يا جماعة هيدي إشارة، كنا مرة بسفينة كبيرة واخذنا ميتشو مطرح كثير بعيد، مرق رجال انا ب 30 32 عمري، ما فيني طلعت فيه، اندهشت اندهشت. قالت لي I'm not jealous of you, he's my backbone. ما بغار مني اذا سنك. كلنا كلنا هذا العزيز. نعم اذا سر، السر ما فيك تقوله، اذا قلته ما بقى سر، بس فيك تختبره، فيك تشوف. عشان هيك انا عشت مع داهش، مش داعش، عشت مع داهش. ومره هيك اخذني مطرحات بعد البيت عنده هون ببرده، فوتني على الاوضه. قلت انا هيك فكرت، ما عدني صبيه. لقيت نور صافع من هالرجال، فتحت الباب وقعدت مع الناس، هزوا راسي. نحن إشارات لحول نيويورك، داعش كلنا بياخذ عنا سر من الله. الله خلق كل شيء، كل شيء يا تيتا، كل شيء everything. هلا انا بالطابق الخامس واجت وحده وقعدت على هودي المنبتين، مش نمله هيك صغيره صغيره صغيره، حتى البركه لدى الان. هلا بشيلها وبحطها بالتراب او بتركها تطير بالبيت. كلنا خلق كل شيء، وبعدين خلق الإنسان وقال له أنت كل شيء لإلك، أنت حسب ضميرك. صحوة الضمير بتقرر المصير. يا الله يا الله، شوفوا وين في اسمه الفري ريتريت. ما بيسألوا مينك، مين اسمك، مين عادتك، مين هيك أبدا. تعرفوها هيدا حميد فرنجية، ما في حدا ما بيعرفه بلبنان يعني. أهم قاضي وهيك وهيك، في واحد عنده تاكسي، شوفير تاكسي. شو عمي؟ نعم، الشوفير التاكسي ضرب مرة في السيارة، ما ماتي بس هي حبلة وطرحي. جابوه عند القاضي، قال له لا يكفي الله، انت هون بالمحكمة، انت هون مع القاضي، انت كل عمل عملته بدك ترده مثل ما كان، فهمت؟ بدك ترد الشغلة مثل ما كان أو بدي حطك بالحبس. قال له اسمعي اسمعي للقاضي، خليني أنا خبرك بالأول، أنا فلاح وأنا هون معي سيارة، أكيد بخدها تاكسي وجيبها بشغلها السيارة. أنا ضربت المرأة ما ماتي بس طرحي، هلأ بخدها لعندي على البيت، حطها شهرين ثلاثة بس تصير حبلة ثلاثة شهور، برجع بردها لجوزها مثل ما كاني. زقفوا كلهم، صاروا يعرفوا إنه ما فيك تحكي الفلاحين. يا حبيبي يا سلام الراسي، انت على راسنا وعلى قلبنا كلنا. وكان في بلبنان ناس اسمهم الكويكرز، كان بس بدهم يسعلوا، رح خبركم تسمعوا كيف يحطوا ايدهم على مناخيرهم ويغمضوا عينيهم ويعملوا سنفكو، يرفعوا العين البصيره والبصر لفوق بالعين، كانوا الكويكرز هون ببرمانا. انا رحت لعندهم، هل انا الكونيه اللي فيكم وفيي مش الانانيه؟ إذا هلا وقت اقرأ أيها العربي لنقرأ. نعم بدنا نقرأ ونفهم ونعيش ونختبر، نحفظ ونشارك. مش بالشرك، بالمشاركة. حتى هيك يعني على السكت تحت الطاولة، يعني السر، يعني ما بالفضيحة، نساعد
تكفي هالتقصير اللي عملته. تريزا قالت لي انت قويه، انا بدي اعمل لون كاتولي. قلت لا لا انا ما بدي، يا حبيبه قلبي عشت معه وكريمه وهيك دغري مثلا ما بتروح تاخذ الانجيل، انا ما باخذ القران، باخذ كتاب سيدنا ابراهيم احب. كلنا كتاب الله المقروء والمنظور، ولكن من ضعفي بقرا اي ايه بفتحها نام، ما في نام لا يمين لا يسار، هودي بده القوة يعني بتعرفوا انتوا الطارق وهذا. بس لما بنعيش مع جماعة خلص، عشان هيك بدي اشوف جماعة ان شاء الله بأمة العرب، ان شاء الله بلبنان، كل واحد ببلده ويكون شي عشرة واقل. خلص احنا هلا اثنين بلبنان، منصور بيطلع علي تقريبا كل يومين ثلاثة، وراح نفضي كل شي عايزتيه بالبيت لك، بس كل شغلة لك خمس ست شهور ما استعملتيها انت وجوزي في حياتك او شي، هيدي مش لنا بقى خلص. تروحي بتشوفي مين في جوعان، مين في تعبان، مين في هيك، ما ضعتي مصاري بقى ابدا، ما بحط ايدي بجيبتي، حتى مش بالجيب بالقلب. اول ما جيت كتار بعت مصاري، ما فيني لكم مؤسسات انسانيه، ما حدا تلفن، ما حدا سال عني، ما حدا شيء ابدا، كلهم رجلي يعبوا الجيوب ويروحوا من مول لمول ودعاره الدائره. وهيدي قال في وحدة ختيارة بالغلط فاتت عبيني فيهم منها ايو طالعة، قالت لهم انتو بتعزي عندكم ثلاثة ايام، ها ما هدومين ما هدومين، كيف نكي بالنكتة حمص زكي كثير. والسورة يا حبيب قلبي واللي عمل سوء التنابل يعني الارمن كل اكلون في حرف، ما تاكلوا حرف. هلأ اللي عم يرشوا الشيطان فكرنا الحرب يكفي شيلوا الحرب، تلاقيهم عاملين اكل حر حر حر. كانت في وحده اسمها نجله انا وياها عم نطبخ بيت الملك، الا انا بحب اكل اكلتي، انت تركيه وبي تركي، بس ما تحطي حر، ما تحط لي حر، ما اقدر اكله وهي مع قرن حر وكلهم عم ياكلوا. بطلبها منكم اولاد الملك فيصل، انتوا عندكم هالعلم وعندكم هالكرم وعندكم هالفهم، يا حبيبي على عبد الرحمن فيصل، نعم عنده هالسر، كلكم حطوا هالعلم. وائل السعودية وعمل حزب الحمير، زينب دخيلي هيك عندي عشق للسعودية، هيفا وجوزها وفي حياتها وكلها. والكويت كمان يا حبيب قلبي، قال لي وزير الإعلام، قال لي ما حدا غيرك مثلي، هيدا الإسلام هيدا الفطرة. كل الأمة العربية، علي عبد الله صالح يا حبيبي حكيت لابنه قال لي بعد مني اكيد، بعدين قال لي بلى ماذا، فاذا هودي احياء عند ربهم يرزقون، لا يصيبنا الا ما كتب الله لنا. يا حبيبي هيدا الطفل دايما بحكي عنه بامريكا، تميت فيهم هيك يبعثنا صدقه لمعني، هو عم بيموت بقلب don't let my mom come in، ما تخليه من يفوت لهم. قلت له where are you going؟ قال لي هون راي على البيت. قلت له وين البيت؟ قال ما انت هون عايش. قال لي انت وين رايحه؟ قلت له رايحه لبنان، الشارع اللي ورانا اسمه لبنان. قال لي هيك حط ايده انه هون، قلت له نو لبنان بالطياره يعني. قال لي طياره واتفور؟ قلت له تلفزيون. قال لي تلفزيون؟ ايه ده؟ تل داش اي داش فيجن، بدي اقول لك شو الرؤية تبعي. اذا عندك يو هاف، اذا انت عندك حلم رؤية فيجن لسنة، زرعي شعير او قمح، شعير نحن وقمح. واذا الرؤية عندك لعشر سنين، زرعي شجر. واذا الرؤية لعندك فور لايف تايم، للابد وللدهر، زرع البشر. وأنا عشت معه في سبيس، وما حدا أخذ هالاسم، أخذته مريم في سبيس. هي من أغنى أغنياء العالم، تركت ثروتها ومشيت مشي من كندا لأمريكا، 25 سنة تمشي تروح وتجي والناس وراها. كلنا نطبخ ونحط أكل على بيوتنا على البويب، هكينوا بتنورين هكينوا بشادين كل الضيعة بالبترول وبالكورة، كنت بتنورين وجايين جعانين وليه؟
هلا كلهم سياسة وناجيس ودنيس وإعلام، كلهم بيحطوا إيدهم بالجيوب فيصفوهم مع بعضين. جيت على لبنان بلشت كل بلد I love Lebanon, I love Syria, I love this, I love this. كلنا نحب أرضنا وبلدنا، بعدين نتوحد وحدوا طلع الوحيد وسكين يلا بحر. لا بدنا نرجع ونقول هالجملة اللي دايما مريم مرددية، say it all the time. تيتا تيتا أهيل من جرين ماما، كن عظيما ودودا قبل أن تصبح عظاما ودودا. أشكركم، السلام عليكم.